قال ريتشارد كلارك رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في إدارة الرئيسين بيل كلينتون وجورج بوش إن الإدارات والأجهزة الأمريكية لم تكن تثق في قطر، وذلك لمعرفتهم بعلاقات مسؤوليها بجماعات وقيادات إرهابية. ونشر المسؤول الأمريكي السابق في مقال له في نيويورك ديلي نيوز واقعة تتعلق بإيواء قطر تنظيم الحمدين لواحد من أخطر الإرهابيين في العالم وهو خالد شيخ محمد. وأكد كلارك أن القطريين لديهم تعاطف تاريخي مع الإرهابيين، مشيرا إلى أن أحد الوزراء المنتمين للعائلة الحاكمة له علاقات بجماعات مثل القاعدة، حيث أوضح أنه ربما يكون المسؤول عن رعاية الإرهابي خالد شيخ محمد.